انا ما راض الله عندي شغلانيه ثانيه على العلانه النعمه. اها خلاص قمت على الفياقه وقلت الشغله فياقه شنو؟ ما ساي معانا انا بتكلم برا زي المجنونه. الفار ما داري يجنني، الفار داري يجنني يا خديجه. بغفل في شقوق المخزن طينك ده ما بسوي شيء للفار ده. بالنسبه للفار بسكويتي قرمش 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 قرمش. ها فار شنو اللي بقرمش ده؟ معاه اسمنتي. بس كلامك في محله، الاسمنتي بقوي والعجب كان ضحكت لك معاه كده حبه قزاز. الكم ده بالرمده بيقطع مصارينه؟ ايه قطع مصارينه كله كله. والله ما سوي والله كان شفت الفار ده، الفار ده عزمني جنس عزاب. حي انا منه. عارفه يا النعمه يا اختي؟ أه. قالوا ناس الزراعه القول السم القدر غدا. قلت شنو؟ ناس الزراعه. أه. قالوا القول السم القدر غدا. ليقوا شنو؟ ليقولوا حاجه اسمها شوال التخزين المحكم. النبي؟ فهمتيها؟ أه. شوال التخزين المحكم. ده دقيقه يا اختي روقي. روقي لي دقيقه. نسالك عاد. نقعد لك سامح وديك في النهار. اها شفت شوال التخزين المحكم ده؟ أه. كلمت الحسن، الحسن امشي شوف وجيب لنا كميه من الشوالات. اكلق السعر كده متهاوت كده يعني وسامح يجيب لنا كميه وعاد يلا ونجي نخزن فيه. الحمد لله رب العالمين. وثاني الفار تعال خش للعيش. تعال خش كمان هاتيه معاي. خلاص يلا قفل انا ماشيه. النبي ما تقعدي. ماني قاعده. تعال تمي معاي باقي الشغل. لغايه ما يجي الشوالات القطيحه ليدي. يعني يا فضيل كلامك ده معناه يعني ان احنا تعبنا ده راح صايح حاصل فاضي ولا كيفين؟ تعب تعب لا عوض؟ يا اخي انا اوقع عليكم كيف؟ انا اوقع عليكم زمن. اها يعني مثلا انت أه. مشيت السوق. اها جبت لك كيلو لحم وجبت خضاراتك وجيت. خشيت الحله. قطعت اللحم دقاق هاي وسويت القدحه كبيت التوم والشمار وقطعت البصل دقاق وكبيتها والحله بقت تجقجق شطه شطه سويت لك شطه خضراء بيدكوة والعيش جبت من الفرن حار والحله دي في جقجقتها كده ودمعتها حمره وفقاقيع مارقه هاي قلت كده مليت ايدك وكمتها ملح وكبيتها في الحله. ليه يا اخي؟ بوظت الحله يا اخي ليش ما افضل يا اخي؟ يلا بس شفت وزنه الحله دي يا هو وزنه التخزين. اكان سويت الملح مظبوط حلتك تطلع مزبوكه ومظبوطه وتكون هنيه تاكلها انت والمعك وكان زدت الملح حله وباظت. كيف الكلام ده يا افضل؟ ابطل من نشيل شوالاتنا ونعبي محاصيلنا. وبونا ندخل المخزن ونقوم نطبله بطبله كبيره مثل حقة السجين ومفتاحك في جيبك. تعال هسوي شنو تعال؟ التخزين ذاته البلوله نوعين. في تخزين طويل الاجل وتخزين قصير الاجل. التخزين القصير الاجل ده من شهر لثلاث شهور. تمام معك؟ ده ليه سميناه قصير الاجل؟ ليه؟ لانه بتخطه في المخزن يا للمدير توديه السوق سريع يعني أي. يا للاستخدام الاسري يا كمان عندك جمعيه تعاونيه بتوديهم حيخزنوا المحاصيل. اما التخزين طويل الاجل ده ده من 3 ل 12 شهر. وده عشان تبيعه بعد ذاك بالسعر اللي بيناسبك عشان يجيب لك قروشا كويسه. وفي كل الاحوال عندنا طريقتين للتخزين. هاي. تخزين تقليدي وتخزين محكم. ايوه انت ظل التقليدي زي شنو؟ التقليدي زي هو نوع دفس المخزن زي كده وقفل بالطبله مزوكره. اقول لكم كلام قوموا تعالوا ورايا راح. شوفوا هنا يعني هسه شوفوا ذيك سواء كانت منسوجه ولا بلاستيك دي جوالات تقليديه. يعني انت بعد تعبك ده كله السنة كلها تدرس وتنظف وتقطع وتقلع في النهاية تجي تعبي محصولك في شوالات زي دي معناه مجهولك بيروح ذاك. طيب نسوي شنو؟ نسوي لها مطمورة ولا نسوي لها شويبة ولا نعمل لها دبنجة؟ الحل شنو؟ نسوي لها شنو يعني؟ كلامك اللي قلته ده كله ما بيحفظ لك محصولك أكثر من أسبوعين، بعد ذاك بيكون معرض للجقور والحشرات واللافات الزراعيه والرطوبه، يعني محصولك ده معرض للتلف كما كله على الاقل التلت. هاي لكن حشرات الجن دي مثيله شنو؟ والمبيدات كمان مضره. جيتني براك. اها. ده الحل. هذا. ده الحل. شنو ده؟ شوال او جوال التخزين المحكم. شوف. لا لكن افضل. هاي. ده مميزاته شنو؟ مميزاته انه مصنوع من ماده
عازل الهواء والرطوبة وبشيل 50 كيلو. شفتوا كيف؟ وفي واحد تاني وده ما شاء الله ماهل. لا ماهل ماهل ده بشيل 100 كيلو. بعدين فيه طبقتين، طبقة خارجية وطبقة داخلية. شفتها؟ ها شفتها كيف؟ ها طيب بس يا عبدين هاي نخشن فيه حشرتين ثلاثة. الفهم شنو؟ حشرتين ثلاثة في الجوال المحكم دقسا. قلنا كيف؟ كيف؟ ما جوا ما في هواء ولا في اكسجين، يعني هواء جديد ما في، والهواء جوا بكون كمل. بالحق انهم ما طاها والله تكون كتمت فيه كتمة عجيبة. والله يستاهل. هي دخلن شنو؟ عزول ده كلامك؟ ها عبدين اها يعني هسي ده انا كبيت فيه الموسم ده، الموسم الجاي يعمل شنو؟ يستخدم اكثر من موسم. والله والله بس تربط الرباط المحكم. بعدين اقول لك كلام أي. في معلومه مهمه الشوال ده أي. لما تخش المخزن أي. ما تلصقه في الحيطه ما زي شوال تجي طوال تردوه في الحيطه أودي. وما تخطه في الواطه، تزحه شويه من الحيطه وترفعه، كان بخشب كان بيطوب تهوية. الله يفتح عليك. ترفع من الواطة شوية هاي بيستخدم ممكن موسمين ثلاثة مواسم تستخدم. أقول لكم كلام هاي عشان يقع لكم سمح. أها نشوف طريقة الربيت كيف والاستخدام كيف، أرحكم بيان بالعمل. والتعبية زادة؟ أيوة. أنت قايل بعبوه ساكت؟ ها تعبية ساي. أنت هنا بتكبه كب سيدة مو كب، فضل الأكسجين الجوة بتعمل حاجة. أرحكم قوم ورحكم يلا نجي نوريكم طريقة التعبية في الجوال المحكم كيف. جوال التخزين المحكم امسك معي بهنا. أول حاجة بتفرغوا من الهواء تماما تمام، يعني هنا ما بتخلي لك فيه حتة فيها هواء أي. تمام كده امسك معي. تحسب مسافة الشبر من هنا هذا، تحسب كده وتتني اتني معي بهنا. الشبر اللي حسبته ده تتني قدره بس، ده كله 200 قبل التعبية تمام معاك. شفته؟ شفته جايبين؟ تمام؟ ده شبرك ذاته صح؟ يا هذا حسبناه امسك كذا. يلا بعد ده تيجي تكب المحصول حقك فيه، قول بسم الله. بسم الله. ما تملى شديد، ما تملى شديد. ما تملى شديد. شفتوا كيف؟ كده ملينا شوالنا ده. نجي لطريقة الربط. هاي. عارفين الربط يكون كيف؟ ما زي ذاك واحد تمشي تجيب لك مسلة والله حبل والله هناي، تقوم تقول أنا نقدد بالمسلة دي وأربط. ما بينفع. لأنه أصلاً ده بيكون رباط محكم لانه بيمنع الهواء والاكسجين يخش جوا. امسك كذي. يلا ده بعد ده تلفه امسك. فرغ الهواء. فرغ الهواء اللي هو شك، فرغه معاي. فرغ 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 فرغ. ثاني ما اظن فيه هواء تب. لا لا فيه فيه لا هسع. فرغ سمع. تلف ده. تلف. وتلف 5 لفات ها؟ اها تلف وكذي اي تلف وتب ليك كم؟ 3 اي 4 ايوه 5 5 لفات كفيتهم؟ اي اذا اكدت انه خالي من الهواء اي يعني تفضي قدر ما تقدر. جيب الرباط. الرباط وينه؟ هو ده؟ بس جيب الرباط. ما شاء الله رباط وسمح ما زي القرن. انا قلت لك الشيء ده ما عنده علاقه بالتقليدي. دور لا تحل لا تحل لا تحل لا تحتاج لا تحتاج اربط لا تحتاج اربط 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 تمام كذي؟ اي بعد ما ربطته كذي اي تقوم تتني دي ذاتها اي دي ذاتها تتنيها تتنيها كذي ده وتربط ثاني ثاني ربطه؟ ثاني ربطه اي ما انت قايل ده ليش شنو؟ عشان لما المطر الصب الهواء المويه لو كبت هنا ما تخش جوا، لما يكون فاتح كذي ما بتخش المويه جوا. لكن بعد تربط الربطه دي الثانيه تثنيه ثاني تربط اربط هو هنا ايوه كده ربطته ربطه محكم اي تمام اي كده انت في السليم ومحصولك في السليم. طبعا ده بيختلف عن ذاك، ده سعه 100 كيلو اي ده اكبر من ذاك طبعا لكن التربيط بيكون كيف، وده بيختلف من ذاك انه جوا في كيس اي التربيط هو نفس التربيط
نفضي الهواء جوا الكيس ده كله بقدر الامكان يعني ونلفه 5 لفات شفت كيف؟ هذا كده 5 لفات تمام؟ وده رباطه بيختلف من ذاك يعني هاك اربط شفت كيف؟ اربط يلا اربط ربطه سمحه ده شوال كبير فيه كيس جوا سعة 100 كيلو ربطته؟ اي تقوم شنو؟ تتنيه نفس التنية بتاعت القبيل ديك اي اربط ربطته؟ اي ربطنا الكيس اي نقوم تالي نعمل نفس الحاجة دي وين؟ في الشوال ذات في الشوال ذات و ببرد خارجي نعم نعم الربط الخارجي ها امسك الحبل 5 لفات برضو 5 لفات برضو عشان شنو؟ نطلع بقدر الامكان اي هواء قاعد جوا عشان الحشرات لما يخشن يلحقن وما طاح تمام؟ يلا ها اربط سامح هذول لا اقرب على البيت اقرب كرفته؟ اي نتنيه برضو يلا اربط شفت كيف؟ شفت كيف؟ التنية دي بتاعت المويه ايوه عشان لو صبت مطر ولا حاجه ما في اي مويه تخش جوا ولا في اي هواء ذات يخش جوا هالبلوله فيه تب تمام؟ اي وكده يكون احنا في السليم ومحصولنا في السليم